الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا الباب فيه الحث على الاستمرار على الخير، وأن الإنسان إذا اعتاد الخير أنه يحافظ عليه. وهذا هو كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة، كان يداوم على العمل، إذا عمل عملاً أثبته. لذلك على المسلم أن يحرص على الاستمرار على الخير ولو كان قليلاً. فإذا اعتاد الصدقة فلا يتركها، وإذا اعتاد قيام الليل فلا يتركه، وإذا اعتاد على السنن الرواتب فلا يتركها، وهكذا في كل أعمال الخير وفي كل وجوه الخير، لأن هذا علامة الخير. وترك العمل الصالح بعد الدخول فيه تشبه بأهل النفاق، وإن لم يكن صاحبهم منافقاً ولكن تشبهاً بفعلهم. وذلك لأن المنافقين قد يفعلون الخير ظاهراً ثم يتركونه لانتهاء المصلحة، وقد يفعلون العمل الصالح ثم يتركونه نكاية في المؤمنين تثبيطاً لهم، كما كانوا يفعلون ذلك في الجهاد، فيخرجون مع المسلمين في الجهاد ثم ينقلبوا بعد ذلك من أجل تثبيط المسلمين عن القتال. فإذا عن المسلم إذا اعتاد على فعل الخير لا يترك الخير. والمسلم إذا أحس بحلاوة العمل الصالح فإنه حري أن لا يترك هذا العمل. وهذه حلاوة في العمل الصالح لا يذوقها المؤمن إلا بعد أن يجاهد وأن يصابر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن بعض الناس قد يعمل عمل الصالح ولا يجد له حلاوة ولذة في أول الأمر، ويظن الأمر يأتي مباشرة. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، إلى مصابرة. جاء عن بعض السلف قال: كابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ليس يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا أسبوعين ولا سنة ولا سنتين. قال: كبتها، يعني يجاهد نفسي على قيام الليل 20 سنة، وتلذذت بقيام الليل 20 سنة. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، إلى مرابطة، إلى استشعار أن العبد في عمل صالح يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المرء هذا الأمر فحري به أن يستمر على العمل الصالح. وهذا هو الأصل، أن الإيمان إذا خالط القلب فإنه يتلذذ به. وقد جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان عندما قال له عن المسلمين الذين يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرتدون؟ فقال: لا. فقال: ذاك بشاشة الإيمان، ذاك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وكذلك الأعمال الصالحة مع المؤمن إذا اعتادها فإنه حري أن يتمسك بها ويحافظ عليها إذا استشعر أنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر المصنف رحمه الله آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير الذي يكون على الناس هو بسبب أعمالهم. إن غيروا أعمالهم إلى الخير وجدوا خيرا، وإن غيروا أعمالهم إلى الشر وجدوا شرا. لذلك المسلم عليه أن يحرص على عمل الخير حتى تتغير أحواله، تتغير أحواله كلها، في أرزاقه، في أعماله، في كل أمور حياته، في دينه ودنياه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا نهي من الله عز وجل أن نترك العمل الصالح بعد أن حافظنا عليه وعرفنا فضله. وضرب الله عز وجل المثل بالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض. والمثال هذا أن المرأة قد تعمل هذا الصوف وتتعب عليه، ثم بعد ذلك تأخذه وتمزقه فيذهب تعبها هباء منثورا. فالله عز وجل يحذرنا أن نكون مثل هذه المرأة التي تنسج هذا الصوف وتتعب فيه وتحكمه، ثم بعد ذلك تمزقه فيذهب هذا التعب هباء منثورا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية آية عظيمة في سورة الحديد. قال سبحانه: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات. انظر، الله عز وجل يعاتب من في هذه الآية العظيمة؟ يعاتب السابقين الأولين من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاتب أبا بكر ويعاتب من معه من الصحابة السابقين للإسلام. يقول: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فيعاتبهم الله عز وجل هذا العتاب من أجل أن يتمسكوا بدينهم، من أجل أن يحافظوا على أعمالهم، من أجل أن يحافظوا على ديمومة العمل الصالح. لأن الإنسان إذا دخل في العمل وأقدم عليه ثم تركه ونكص عنه فإنه أعظم من الذي لم يقدم على الخير في الأصل. ولذلك عاتب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا، تحذير من التشبه بأهل الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أهل الكتاب اليهود والنصارى أنزلت عليهم التوراة والإنجيل، وهما كتابان من عند الله عز وجل، فاستعاضوا بهذين الكتابين بأخبار الأمم وما يقوله الأحبار والرهبان، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فما كذا كانت النتيجة؟ قست قلوبهم. وهذه أعظم العقوبات، أن يقسى القلب. فإذا قسى القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فعاقبهم الله بأن جعل قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. عقوبة من الله عز وجل لأهل الكتاب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وتركهم الحق بعد أن عرفوه. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. انظر لماذا أهل الكتاب تركوا التوراة والإنجيل واستعاضوا بما دون الكتاب من أخبار الأمم وكلام الأحبار والرهبان. السبب طول الأمد. ولذلك الإنسان قد يعمل عمل صالح في أول أمر، فإذا طال عليه الوقت تركه، فيتشبه بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فتركوا الحق وذهبوا إلى الباطل فضربت قلوبهم بالقسوة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى: فما رأوها حق رعايتها. وهذه نزلت في النصارى الذين التزموا الرهبانية ثم لم يلتزموها وتركوها، فذمهم الله عز وجل في هذه الآية. وأما الحديث الذي ذكره المصنف في هذا الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهي وصية للأمة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: لا تكن مثل فلان، لم يذكر اسمه، لأن الشأن ليس في الشخص،
وإنما الشأن في القضية. وقد يقال أن النبي ذكره له، ولكن عبد الله بن عمرو عمه ولم يذكره، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولكن الشأن ليس الشأن من هو فلان، وإنما الشأن القضية والشأن الحكم. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذما لفعله. وإلا فإن الأصل في قيام الليل أنه سنة، لو لم يصلي الإنسان قيام الليل لا يلام، لأنه من السنن. ولكن المسلم إذا اعتاد عمل الخير فليواظب عليه وليحافظ عليه، فإن هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالاستمرار على العمل الصالح الذي اعتاده المرء من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقيام الليل لا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة، بها يتثبت قلب المؤمن، وبها يعني يعينه الله سبحانه وتعالى على بقية الأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه القرآن أمره الله عز وجل بقيام الليل. لماذا؟ من أجل أن يتثبت قلبه صلى الله عليه وسلم ويتحمل نزول القرآن. فقيام الليل هو عمل صالح في ذاته، وأيضا هو معين على بقية الأعمال الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بهذه الوصية: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعلى هذا فقس جميع الأعمال، فمن حفظ القرآن وتركه يقال: يا فلان لا تترك مراجعة القرآن، ومن طلب العلم يقال: لا تترك طلب العلم. وهكذا في بقية الأعمال إذا دخلها المسلم عليه أن يحافظ عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.